على الرغم من أنها غيرت الطريقة اللي نستهلك فيها الأفلام والمسلسلات للأبد، نتفليكس خسرت أكثر من 70% من قيمتها ببداية هذا العام. تعالوا نشوف ليش، وتعالوا نشوف ليش بجوز بعضكم بيتذكر زمان كان عندنا في خيارين اذا اجى عبالنا نشوف فيلم، يا منروح على السينما يا مننزل على محل منشتري او منستاجره على قرص دي في دي، وقبلها حتى على شريط في اتش اس. وكان اذا بدنا نشوف مسلسل في ساعه معينه لازم نكون موجودين فيها قدام التلفزيون والا بيروح علينا، وبنضطر نسال العالم شو صار بالحلقه الماضيه. بس هلا كل هي الشغلات تغيرت وصرنا عايشين بزمن المشاهده عند الطلب، يعني اي محتوى بدنا نشوفه بيبعد عننا كبسه زر بس. والمنصه المسؤوله بشكل كبير عن هذا التغيير هي نتفليكس. فليش هي الشركة اللي غيرت الطريقة اللي مستهلك فيها الأفلام والمسلسلات خسرت أكثر من 70% من قيمتها ومئات الآلاف من مشتركينها ببداية عام 2022؟ نتفليكس تأسست عام 1997 من قبل مارك روندولف وريد هيستينغز. هيستينغز اجته فكرة تأسيس الشركة لما تأخر بإرجاع شريط فيلم كان مستأجره من بلوك باستر، أكبر شركة تأجير وبيع أفلام بالولايات المتحدة، وطلع عليه غرامة مالية بقيمة $40. فحس إنه لازم يكون في طريقة أفضل لاستئجار الأفلام. البيع والشحن عبر الإنترنت كان شغلة جديدة، بس كان في شركات عم تنجح بهذا المجال مثل أمازون يلي كانت ببدايتها. فقرر هيستينغز يعمل شيء مشابه بس للأفلام، وطلعوا بنظام بسيط: المستخدم بيقرر شو الفيلم يلي بده يشوفه وبيطلبه عن طريق الموقع، ونتفليكس بتبعت له عن طريق البريد. وعلى الرغم من انه الطريقة الشائعة على مشاهدة الأفلام بهداك الوقت كانت على شرايط الفي اتش اس، نتفليكس قرروا يعتمدوا على أقراص الدي في دي لأنه وزنه أخف وأقل حساسية من الشرايط. المشكلة انه تقنية الدي في دي يلي تم اختراعها بعام 1994 بتايوان كانت حديثة نسبيا، وبالولايات المتحدة أقل من 1% من الناس كان عندهم أجهزة تشغيل دي في دي. يعني عمليا نتفليكس كانت عم تراهن بنجاحها على نجاح هي التقنية. بعام 2000 نتفليكس حاولت تعمل عقد مع شركة بلوك باستر، بس بلوك باستر سخروا منهم طلعوهم من المكتب. بس بعد 2001 أسعار مشغل الدي في دي بلشت تنخفض ونتفليكس بدأت تنمو بشكل كبير. وبال2004 بلوك باستر حسوا انه ارتكبوا خطأ فادح وحاولوا اطلاق خدمات مشابهة لنتفليكس، بس كانوا متأخرين. بال2007 بس صار الانترنت السريع منتشر بالولايات المتحدة، نتفليكس قلبت لخدمة المشاهدة عبر الانترنت يلي بنعرفها اليوم. بهداك الوقت كانت هي الخدمات جديدة نسبيا، ونتفليكس كانت بالصدارة كأول وأكبر شركة بهذا المجال، والاشتراك فيها كان أرخص من الاشتراك بأي شبكة تلفزيونية. بال2012 نتفليكس وصلت لبلدان تانية مثل إنجلترا وأستراليا، وبال2013 بلشت تعمل محتوى خاص فيها وبدأت مع مسلسل هاوس أوف كاردز من بطولة كيفن سبيسي. بس طبعاً مع أي نجاح رح يكون في منافسة، وبالبداية منافسة نتفليكس إجت من شركات صغيرة عم تبلش من الصفر مثلهم. بس بالسنوات الأخيرة كل الشركات العملاقة مثل أبل وأمازون صار عندهم خدمات مشابهة، والعديد من الشركات صاروا يسحبوا مسلسلاتهم وأفلامهم بالتدريج من نتفليكس. شبكة NBC أطلقت خدمة بيكوك وسحبت مسلسلاتها الكوميدية لعندها، وعملاق الممتلكات الفكرية ديزني أطلقوا خدمة ديزني بلس وسحبوا كل أعمال ديزني الكلاسيكية بالإضافة لأعمال ومسلسلات مارفل وكل شيء من إنتاج شركة فوكس اللي ديزني بتملكها. وبهالأثناء الاشتراك بنتفليكس ضل أغلى من معظم المنصات التانية. على الرغم من هاد نتفليكس كانت لسه بالمرتبة الأولى، ومع انتشار وباء الكورونا خلال 2020 نتفليكس كسبت عشرات ملايين المشتركين. المشكلة إنه كمان الخدمات المنافسة كسبوا مشتركين جداد، وخلال الحجر الناس كان عندهم وقت ليدرسوا كل منصة ويشوفوا شو بتقدم لهم. وبال2021 نتفليكس بلشت تخسر متابعينها. إدارة نتفليكس حاولوا يحاربوا هي الظاهرة عن طريق الحد من مشاركة الحسابات بين الناس، بس كان أثر هي السياسة سلبي أكثر من إيجابي. وبعد نهاية الربع الأول من 2022 نتفليكس كانت متوقعة تكسب 2.5 مليون مشترك، بس خسرت 200,000. هذا الخبر كان صادم، وبنهاية شهر نيسان 2022 نتفليكس خسرت أكثر من 70% من قيمة أسهمها، وبعض المستثمرين حتى رفعوا دعاوي عليها وزعموا بأنه إدارة نتفليكس كذبت عليهم بخصوص مستقبل الشركة. نتفليكس بررت هذا الهبوط المفاجئ بعدد المشتركين بأنه المنافسة ازدادت والناس رجعوا للشغل، بالإضافة لأنها انسحبت من روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. بس النقاد بيقولوا إنه في أسباب إضافية مثل إلغاء نتفليكس للعديد من مسلسلاتها، مما عم يخلي الناس يخافوا يتابعوا أي شيء عليها، والتسييس الزايد للمحتوى اللي عم يطلع على هي المنصة. فأنتوا شو بتعتقدوا؟ عندكم حساب نتفليكس؟ كان عندكم شيء ولغيتوه؟ وإذا لغيتوه فليش؟ خبرونا آرائكم بالتعليقات.